نعم، محاضرتنا لهذا اليوم هي محاضرة الفكتور أناليسيز. الفكتور أناليسيز أول شيء خلينا نعرف تعريفا، عندنا مهمة. التعريف الأولاني هو السكيلر. السكيلر تمثلنا فقط ما معروف فقط بالماجنتيود، اللي هي ما تحتاج أساسا أي نوع تعريف آخر، يعني ما تحتاج إلى أن نذكر الدايركشن، فقط مقدار مثل من مثل الطول والوزن. أما الفكتور فهي الكميات اللي تحتاج إلى ذكر الماجنتيود اللي هو المقدار، والدايركشن اللي مثل الفيلوسيتي والفورس. الكومبوننت فورم الخاصة بالفكتور، الآن الفكتور دايركتد لاين سيجمنت تعرف بأنه دايركتد لاين سيجمنت اللي هي من أي إلى بي، هاز انيشال بوينت اللي تمتلك إلى نقطة ابتدائية اللي تمثل بأي، ونقطة نهائية تمثل في نقطة بي. ويعرف طول الفكتور بهالرمز اللي هو رمز المطلق، يكون هو هذا التعريف لمعنى طول الفكتور. إذا كان عندنا الفكتورين، الفكتور اثنيناتهم يكونون في حالة تساوي إذا تحققت أنه يمتلكون نفس الطول ونفس الاتجاه. نجي هنا نقول انه الفي هو عباره الفي هو عباره عن 2 دايمنشنال فيكتور، هو عباره عن فيكتور من 2 دايمنشنال ان ذا بلان، في داخل المستوي ايكوال تو مساوي للفيكتور وذ ذا انيشال بوينت في نقطه ابتدائيه اللي هو بالاوريجين والتيرمينال بالنقطه النهائيه تمثل بي في 1 والفي 2. الكومبوننت فورم بالنسبه للفي هي راح تكون انه ال في هي عباره عن في 1 وفي 2. شلون يكون تعريف هذا الفكتور؟ النقطه الابتدائيه اللي تمثل في 1 تمتلك الى احداث اكس 1 واكس 2 بالنسبه اكس 1 وواي 1، اما بالنسبه لي في 2 يمتلك النقطه اللي هي اكس 2 وواي 2. اذا ال في هو عباره، اذا كان في 3 دايمنشنال فكتور يساوي لنا الفكتور وذ انيشال بوينت بالاوريجن اللي يمتلك نقطه الاصل كنقطه ابتدائيه، والنقطة النهائية تمثل في النقطة V1 و V2 و V3. Then الـ component form مال الـ V راح تكون بالشكل التالي، إنه الـ V هي عبارة عن الـ X2 minus X1 والـ Y2 minus Y1 والـ Z2 minus Z1. الـ 2 vector equal تكون في حالة تساوي إذا كان فقط إنه الـ U1 تساوي لنا V1 والـ U2 تساوي لنا V2 والـ U3 تساوي لنا V3. الـ magnitude or length of the vector معناته مقدار أو طول الفكتور V هو لا يمكن أن يكون negative، لأنه المعادلة اللي منها نستخرج الطول هي عبارة عن V1 square زائد V2 square زائد V3 square تحت الجذر، واللي هي تعادل X2 minus X1 تربيع زائد y2 minus y1 تربيع زائد z2 minus z1 تربيع تحت الجذر. هذا يمثل لي بهالحاله هو طول الفكتور v. نجي الى مثال. المثال يقول اولا find the component form اللي هي المركبات والليث مال الفكتور with the initial point، نعطينا النقطه الابتدائيه اللي هي ناقص 3 و4 و1، ناقص 3 بالاكس وال4 بالواي والواحد بالزد، والتيرمينال بوينت النقطة النهائية هي ناقص 5 و2، ناقص 5 باتجاه محور الاكس و2 باتجاه محور الواي و2 باتجاه محور الزد. الآن الحل، بالحل راح يكون عندنا الفي 1 هو عبارة عن اكس 2 ماينس اكس 1 وبالنتيجة النهائية ماينس 5 ماينس 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 3 ويساوي ماينس 2، والفي 2 يساوي لنا واي 2 ماينس واي 1 وبالنتيجة النهائية 2 ماينس 4 ويساوي لنا ماينس 2، والفي 3 هو Z2 minus Z1 ويساوينا 2 minus 1 ويساوينا 1. الـ component form of الـ vector PQ is هو اللي حيكون الـ V يساوينا شنو؟ ناقص 2 و 2 و 1 اعتمادا على النواتج المستخرجة في أعلاه. بالنسبة للـ length مال length or magnitude يعني طول أو مقدار الفكتور، طول مقدار الفكتور راح يكون هو عباره تحت الجذر في 1 تربيع زائد في 2 تربيع زائد في 3 تربيع تحت الجذر، والنتيجه تكون هي عندنا 3. اذا طول هذا الفكتور يمثل لي 3.